من أقوى العفريت أم المارد؟ كل المارد المتمرد، المتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وليلزم أن يكون المارد أقوى، هو شخص متمرد، قد يكون شخص فقير وجاهل وكل الصفات الدنيوية فيه الذميمة، كل الصفات الدنيوية، يعني مريض وفقير وأبكم وأعمى، ومع ذلك مارد متمرد على أمر الله سبحانه. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على وما رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا. المارد المتمرد على أمر الله، وقد يكون المارد قويا وقد يكون المارد ضعيفا في دنيا.